مباراة 29 إن شاء الله الزمالك والأهلي هيكون بحكام أجانب، وده يمكن من الحاجات اللي عملت يمكن بعض اللغط في اتحاد الكوره. وكابتن عصام عبد الفتاح هو انتوا عارفين عضو اتحاد كوره وفي نفس الوقت هو رئيس لجنه الحكام، وكان قدمت لجنه الحكام استقاله جماعيه بعد هذا القرار نظرا انه يعني بيقلل من قدره التحكيم المصري، وفي المباريات المهمه نستعين بالاجانب في مشاكل حاليا او بعض الاستهجان من لجنه التحكيم على هذا القرار. حتى كابتن عصام عبد الفتاح نفسه اتكلم على مين هيختار الحكام، قال انا ماليش دعوه بالموضوع ده، انا مش هختار حكام اجانب، في العلاقات العامه هي اللي تختار. وبالتالي يعني هو عايز يشيل ايده وان هو متضايق من هذا القرار، وان اتحاد الكوره اخده بالاغلبيه وان هو ما كانش موافق على هذا التحكيم. طبعا الكلام ده كله بعد ماتش الاهلي وبتروجيت، بعد احداث ماتش الاهلي وبتروجيت. طيب خلينا نروح لرئيس اتحاد الكوره الاول ونهنيه ونبارك له على القضيه، وان هم طبعا مكملين، وده هيرفع ضغوطات كبيره عنهم ويخليهم يشتغلوا اكيد بشكل اريح بكتير. استاذ جمال علام معانا على الخط، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن حازم، تحياتي ليك والف مبروك على الاكاديميه النهارده. ربنا يخليك يا جمال، بس عارف زحمه الطريق النهارده حالف ان انا اجي لك يعني. المره الجايه ان شاء الله يا فندم، العشره الجايين بقى ان شاء الله باذن الله. الاول خلينا اقول لك مبروك، يمكن برضه الواحد وهو بيشتغل تحت ضغط قضيه، تحت ضغط هنمشي مش هنمشي، بقى في ضغوطات نوعا ما في الشغل. دلوقتي الدنيا بقت اريح، متهيألي اتخاذ القرارات بقى اسهل، الموضوع بقى فيه اراحه ليكوا شويه. الحمد لله. طبعا يمكن احنا كنا واثقين في القضاء من الاول، يمكن كابتن حازم كان في مداخله معاك قبل كده، قلت لك ان احنا بنحترم القضاء المصري وعارفين القضاء المصري مش هياخد باي حاجه بتتقال على شو الاعلامي، لان عنده الورق والمعطيات الموجوده قدامه، هو طبعا اكيد بيحكم بيها. واتحاد الكوره مش مزور حاجه، ما زورش حاجه اتحاد الكوره، والحمد لله ان القضاء قال كلمته، والحمد لله طبعا الفتره اللي جايه هتبقى فيها استقرار شويه. اكيد الضغط طبعا زي ما انت بتقول دلوقتي هيبقى، كان الفتره اللي فاتت كلها كانت ضغط طبعا اكيد على اتحاد الكوره، بمجرد ما يبدا يشتغل يقولوا لا بقى اللي بعد 18 يوم في حل، بعد شهرين في حل، القصه طبعا مشينا فتره طويله جدا، لكن الحمد لله الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون احسن باذن الله. يا رب ان شاء الله. طيب يمكن برضو انتوا اكيد الضغوطات اتحاد الكوره والكوره في مصر دايما عنده في مشاكل او في بيحصل بعض المباريات يبقى ليها رد فعل قوي شويه، ماتش الاهلي بتروجيت كان ليه ردود افعال قويه من جانب النادي الاهلي ومن جانب اتحاد الكوره من حيث الايقافات للاعبين وللمدرب، ومن ناحيه ثانيه النادي الاهلي بيبعت ليكوا ان هو عايز حكام اجانب لنهايه الموسم وليس لمباراه الزمالك فقط على حد علمي، الجواب ده فعلا وصل النادي الاهلي عايز حكام اجانب طوال مبارياته خلال الدوري هذا الموسم يا فندم؟ هو بالفعل طبعا هو كان جاب جواب، بس انا احب اوضح حاجه ثاني، ان هو نادي الزمالك في البدايه قال ان انا عايز حكام اجانب، والنادي الاهلي قال ان انا عايز حكام اجانب. الاثنين يعني الاثنين الاثنين قالوا دلوقتي قالوا عايزين اثنين حكام اجانب في مباراه القمه. لما بدانا نتكلم معاهم عشان خاطر نشوف طبعا حكام مصريين، وجينا بجواب جاي من النادي الاهلي ان هو عايز كل المباريات اللي جايه، وطبعا ده كلام ما ينفعش في اتحاد الكوره، ان اتحاد الكوره اسمه الدوري بتاعنا الدوري المصري، لكن عشان ما يبقاش في كلام ان هو زي ما قيل السنه اللي فاتت ان هو في قرار مجلس وزراء بان حكام مباريات الاهلي والزمالك يكونوا حكام اجانب، طبعا احنا يعني اكيد حاسين باللي بيحدث طبعا في الوضع او في الوسط الرياضي حاليا بالنسبه للاهلي والزمالك، فعشان كده مجلس الاداره خد قرار على اساس حكام اجانب لماتش الاهلي والزمالك، لكن طبعا ردينا على النادي الاهلي قلنا انه لا، الدوري كامل بالكامل، مباريات الاهلي اللي جايه كلها بالحكام المصريين، اولا احنا عندنا ثقه في حكامنا وحكامنا كويسين جدا، يمكن انت دلوقتي لو قدامك شاشه كان اول مباراه بيلعبها دلوقتي اول دقيقه كان بيلعب تونس مع زامبيا، دلوقتي في اول ثانيه كان في ضربه جزاء واضحه صريحه لتونس ما اتحسبتش، الحكم تغاضى عنها خالص. فالاخطاء وارده، لكن مش معنى كده ان احنا برضو تبرير لحكامنا، لا حكامنا ناس كويسين جدا بيأدوا كويس في ظروف كانت صعبه جدا بالنسبه لهم. جيل طالع واعد، احنا لازم نقف معاهم واحنا بنساندهم، يمكن هم مش متقبلين. ايه اسباب الموافقه على الاجانب يا فندم؟ يعني انتم دايما بتدافعوا عن الحكام، والسنه كان في حكام مصريين في مباراه الاهلي والزمالك، اشمعنى السنه دي؟ يعني هل الضغوطات قويه؟ هل مثلا مش عايزين تصطدموا بالاهلي نظرا للمباراه الماضيه؟ ايه الحاجه الى حكام اجانب هذا الموسم وهذه المباراه بالذات؟ لا هو السنه اللي فاتت طبعا اللي تقابل الاهلي والزمالك في مباراه السوبر،
سوبر لعبت حكام مصريين. ايوه انا بقول لحضرتك السنه فاتت حكام مصريين والدوري كان حكام مصريين برضه في مصر الزمالك الدوري الأهل. الدوري كله المباريات كلها مصريين. السنه دي انا بقول لحضرتك الاحتقان اللي موجود حاليا دلوقتي في الوسط الرياضي, لان حتى على التراشق بتاع الاهلي والزمالك والفتره الاخيره دي طبعا ما ينفعش ان احنا حكام مصريين, وهنشوف الاخطاء اللي هتحصل برضه من الحكام الاجانب. للاسف احنا بنتقبل كل خطا بيجي من الاجنبي, لكن الخطا اللي بيجي من المصري كلنا بنقعد نتكلم عليه ووسائل الاعلام كلها بيتكلموا يظهروها. هنشوف المباراه اللي جايه وان شاء الله باذن الله تطلع مباراه كويسه. حتى لو كانت فيها اخطاء هتلاقي الناس كلها متقبله الاخطاء وخلاص. مش معنى كده ان احنا بنقول حكامنا وحشين, لا حكامنا كويسين جدا ويديروا مباراه الاهلي والزمالك. لكن عشان ما يبقاش كل واحد يتكلم على الحكم ويعلق الشماعه على الحكم, لا, يبقى المباراه فيها حكام اجانب زي ما هم طلبوا الناديين. الزمالك بعد جواب النهارده وصل ان هو يعني بيجدد الثقه في الحكام المصريين. لو تلاحظ قبل كده ان الزمالك قبل النهارده الزمالك بعت عايز حكام مصريين, وكان بعت قبل كده عايز حكام اجانب. يعني قبل كده قال رئيس النادي الاستاذ مصطفى منصور قال ان احنا عايزين حكام في ماتش الاهلي والزمالك ماتش حكام اجانب. انا عايز اقول لحضرتك حاجه, احنا ده مش تقليل من الحكام, بالعكس احنا بنريح الحكام في الماتش ده بالذات, وهيشوفوا الفرق بين الحكم المصري والحكم الاجنبي. واذا كانت لان الحكم سواء مصري او اجنبي فهو وارد انه يعمل خطا من عنده لانه ده بشر, لكن بيتقبلوا القرار الحكم الاجنبي ومش بيتقبلوا قرار الحكم المصري, ودي عادتنا احنا في مصر. لكن ان شاء الله باذن الله حكامنا واعدين, وباذن الله برضه هنسندهم في الفتره الجايه ما عدا ماتش الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. طيب استقاله لجنه الحكام, ويعني لجنه الحكام دي برئاسه حسام الفتاح اللي هو عضو مع حضرتك في المجلس, انتوا شايفين الاستقاله ازاي؟ واستقاله جماعيه يعني برئاسه الاستاذ كابتن عصام ان هو مش عايزين يكملوا, وشايفين ان ده تعدي على شغلهم وان ده فيه يعني استهانه بالحكام. رايكم ايه على الاستقاله دي يا فندم؟ لا, هو تعدي على شغلهم مش تعدي, لان مجلس الاداره هو صاحب قرار, لكن هم عندهم طبعا يعني ان حضرتك ضغطوا للضغوطات بتاعه النادي الاهلي والزمالك بحكام اجانب. لا 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 لا, 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 لا احنا مش ضغطنا الاهلي والزمالك, احنا عندنا عشان ما حدش يطلع بكره وبعد يقول لك في قرار مجلس وزراء ان مباراه الاهلي والزمالك مباراه تقام بحكام اجانب, واحنا خاطبنا النادي الاهلي, احنا اللي خاطبنا النادي الاهلي وخاطبنا النادي الزمالك. تمام. على اساس يبقى عندنا موافقه من الناديين باقامه المباراه بحكام مصريين زي ما احنا عملنا معاهم من السوبر. فوجئنا بالرد النادي الاهلي ان هو عايز حكام اجانب مش كمان الماتش ده لكل الماتشات. والقبل كده كان بقول لحضرتك رئيس النادي الزمالك الاستاذ مصطفى منصور كان طالب برضه حكام اجانب, فعشان كده احنا قلنا لا خلاص يبقى في قرار, اذا كان في قرار بتاع مجلس وزراء قبل كده سابق نطبقه, ويبقى احنا برضو بنطلع حكامنا من ان حد يقول ان ده حكم اهلاوي او حكم زبركاوي عشان يبقى المباراه فير بين الاثنين. استقاله لجنه الحكام شايفها ازاي يا فندم؟ لا احنا هنقعد معاهم طبعا, احنا طبعا هم كلجنه عملوا البيان ده, واحنا كمجلس اداره طبعا الكلام ده مرفوض من اللجنه, هنقعد معاهم ان شاء الله وهنتكلم معاهم, وان شاء الله باذن الله هنديهم برضه الثقه ان احنا واثقين في حكامنا. لكن المباراتين دول مباراتين مختلفين, يعني احنا ما جبناش حكام اجانب لمباراه مثلا في القسم الثاني او القسم الثالث او القسم الرابع او قللنا من عدد الحكام بتاعتنا, لا احنا بنتكلم على مباراه بين قمه بين الاهلي والزمالك, بين جماهير الاهلي والزمالك, الجماهير اللي حاليا يمكن محتقنه سواء عن انتقالات لعيبه او عن تراشق الفاظ اي حاجه. احنا يعني كحس بس سياسي ان احنا في البلد لازم نبقى واقفين الفتره دي. طب في مثلا هو الناس بتقول, بعض الناس يعني بيقولوا ان يمكن قرار الحكم الاجنبي عشان يعني باللغه كده يعني تشتري دماغكم من وجع الدماغ ومحدش يجي يحملكم مسؤوليه او نتيجه المباراه الجايه ان كان اهلي او زمالك. هل ده يعني ان انتوا تشيلوا مسؤوليتكم من الماتش الجاي وتبعدوا خالص عن الاجواء تجيبوا حكام اجانب, ده يعني كان حل يقال ان هو الحل الامثل بدل ما اشيل مسؤوليه واقول لا حكم مصري وتحمل مسؤوليه اللقاء ده ان كان هزيمه او خساره لاحد الطرفين؟ هل انتوا شايفين ان انتوا احسن تطلعوا بره الصوره في الماتش ده, ولا ده لا قرار يعني انتوا شايفينه تتحملوا المسؤوليه, وان انتوا لا مش موضوع تهرب من مسؤوليه استخدام مدرب اجنبي او حكم اجنبي؟ سوري كابتن حازم, احنا بالنسبه للفتره اللي فاتت كلها كانت تحمل المسؤوليه في ظروف صعبه جدا, وكنا بنتحمل فيها المسؤوليه وقادرين ان احنا نتحمل المسؤوليه. ولكن لما تلاقي ناديين اساسا هم بيتمسكوا بوضع قرار قبل كده سابق لمجلس الوزراء ان هم يجوا حكام اجانب, رغم ان ده برضه لو دخلناه هندخله في تدخل حكومي مش هنقدر نتكلم عليه, لكن هم عايزين في وضعهم ان هم عايزين
حكام اجانب، وشايفين يمكن الحكام الاجانب دي لصالح كل واحد فيهم. ورغم ان القرار بيبقى صعب علينا ان احنا ناخده، لان حكامنا بقول لحضرتك احنا كلنا واثقين في حكامنا، يعني قرار صعب علينا، لكن لرغبتهم كناديين الاهلي والزمالك هم من عايزين حكام اجانب، وشايفين ان هو مصلحتهم في كده، هنجيب لهم الحكام الاجانب ان شاء الله. طيب المدرب الاجنبي يا فندم، سمعنا في اسامي خلاص، بقى في اسامي المدرب الاجنبي طبعا لمنتخب مصر، مدير فني لمنتخب مصر، شايف حضرتك الاسامي خلاص ابتديتوا تستقروا على ثلاث او اربع اسامي، ولا لسه برضه الامور لم تستقروا على اي اسامي؟ والله هو احنا يمكن كان في اجتماع قبل كده سابق، بس احنا استقرينا على عدد من الانديه من المدربين، مستنيين برضه براقب الوضع، في منهم مدربين موجودين او مدربين فنيين موجودين في البطوله الامم الافريقيه الموجوده حاليا، بنراقب بالوضع وبنشوف ايه الاخر، وعندنا السيفهات بتاعتهم برضو موجوده بناء عنهم تم اختيارهم، لكن مش معنى كده ان احنا هم دول الاساس، ان احنا هنقدم ان شاء الله اللي يمكن من بعد الاسبوع اللي جاي هنبدا ان شاء الله نبتدي نفتح خط بيننا وبين اللي هيستقر عليهم من الستة حسب ترتيبهم ان شاء الله باذن الله. هم ستة دلوقتي حضرتك مستقرين على اسامي ست مدربين؟ هم حاليا لغايه دلوقتي اللي موجودين معانا يعني لحضرتك هم دلوقتي موجودين ثمانية هيتم ان شاء الله منهم. طيب ينفع حضرتك تقول لنا اسامي الثمانية او اسامي صعب مش محفوظين؟ صعب. بس لا اسماء ان شاء الله اسماء يعني نتمنى ان يتوافق عليها عشان برضو نريح الكره المصريه في الفتره اللي جايه، ويبقى في مدير فني فعلا انت حاسس ان ده هيرتقي بالفكر التدريبي ان شاء الله باذن الله. مش معناه تقليل برضو من مدربينا المصريين، لان مدربينا المصريين اعلى منهم، لكن اللي شفناه في الفتره الاخيره الهجوم على المدرب المصري ده اسهل حاجه عندنا في مصر. في ناس اسمائها كبيره جدا، لكن حتى لو جبناها برضه هتبتدي. بس ليه يا كابتن جمال؟ ما كابتن حسام بدر هو بيلقى كل اشاده وباداء رائع مع المنتخب الاولمبي، ومحدش بينقد كابتن حسام نقد غير بناء، بالعكس الناس كلها في ظهره لان النتائج ايجابيه يعني، واختيار موفق يعني لكابتن حسام البدري بصراحه يعني. ان شاء الله باذن الله احنا طبعا نتمنى له باذن الله يستمر فيها، ووصلنا برضو باذن الله لتصفيات 2016 باذن الله ونكون فيها ان شاء الله باذن الله نتمنى ليه. لما نشوف، بس احنا عايزين دلوقتي الفتره اللي جايه نركز فيها بالنسبه للاختيارات والتفاوض ان شاء الله، لكن عشان برضو اطمنك الناس قالوا في الاتحاد المصري مش هيقدر يوفي القيمه اللي هيتعاقد بيها مع المدير الفني الاجنبي. لا احنا عندنا ان شاء الله القدره الماليه في الاتحاد ان احنا نقدر نتعاقد مع مدير فني على مستوى عالي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. معلش اخر سؤال يا فندم، اطلت على حضرتك، المدير الفني لاتحاد الكوره هل استقريته على اسامي تانية؟ انا سمعت ان كابتن محمود سعد هو المرشح حاليا بشكل قوي، هل في اسامي مع كابتن محمود ولا هو كابتن محمود الاختيار الاخير؟ لا هو احنا لغايه دلوقتي ما اخترناش حد، لان القائم بالاعمال دلوقتي الدكتور محمود ابو العينين موجود في اتحاد الكوره، لغايه ما نشوف المدير الفني الاجنبي اللي هيجي، وبعد كده نبتدي نقعد على المدير الفني بتاع الاتحاد نستقر على الاسم بتاعه ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. يعني انتوا رابطين المدير الفني الاتحاد بالمدير الفني الاجنبي ان شاء الله لما نشوف الاسم اللي هيجي، عشان هنشوف النظام اللي الخطه اللي هيعملها هتتواكب معنا في سواء منتخبات وان شاء الله احنا ناويين المدير الفني الاجنبي مش يبقى مدير فني خاص بالمنتخب الاول بس يكون خاص بتطوير كمان الكره المصريه في الفتره اللي جايه، يعني يكون مخطط كمان للفتره اللي جايه. طب في اسامي اتقالت كمساعدين ليه مصريين، فعلا الكلام ده حصل ولا هتسيبه هو اللي يحط الستاف كله بتاعه ان كان مصريين او اجانب؟ الصف بتاعه هيبقى صعب جدا لان هو ما يعرفش المدربين المصريين، لكن اسماء ما اتقالتش خالص ولا اتعرض اي اسم لغايه دلوقتي على الترابيزه لاسم مدرب مصري موجود، سواء يعمل كمدير مدرب عام او مدرب او اي حاجه يعني. ما تتقش، بس ده مجرد اجتهادات صحفيه، لكن الاسماء كلها ما طرحش فيه ولا اسم لغايه دلوقتي. اللجنه الخماسيه هي اللي هتختار المدرب وتختار المساعد المدربين ولا برضه الاتحاد ككل؟ لا 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 لا، اللجنه الخماسيه بتعرض اسماء بس على مجلس الاداره، وهيبتدي نحدد مين منهم الاسماء اللي هيبدا يتفاوض، ومين اللي هيتفاوض هيبدا التفاوض معاه مع المدربين الاجانب. وبعد كده بعد ما نتفاوض مع المدربين الاجانب هنحط برضه سيفيهات المدير الفني الاجنبي اللي موجود عندنا، المديرين الفنيين الموجودين في مصر سواء مدرب عام او مدرب مساعد، وان شاء الله يكون اختياراته موجوده ان شاء الله تضبط طموحه الكامله. بشكرك يا استاذ جمال، شكرا جزيلا، واطلت واسف على الاطاله.
لكن كنا عايزين نعرف كل ما يخص اتحاد الكره الفتره الاخيره، خصوصا الحكام والحكام الاجانب في مباراه القمه ان شاء الله يوم الخميس القادم 29 الزمالك والاهلي. الاثنين عايزين اجانب، ده اللي كان موجود، ولكن الزمالك بعت النهارده او امبارح عايز حكام مصريين وما عندوش اي مانع مع حكام مصريين. دلوقتي الاهلي هو اللي عنده المشكله مع الحكام، وخصوصا بعد ماتش بتروجيت.